النار تحت الرماد، ده عنوان الأحداث في الصعيد. العنف بيتولد يوميا. حوادث صغيرة ما بين شباب في قرية تحولت إلى مسلسل عنيف جدا. ابتدى الموضوع في أول أيام عيد الأضحى، اندلعت معركة في مركز دار السلام بسوهاج. المعركة بين قريتي أولاد خليفة وأولاد يحيى فضلت مستمرة، ونتائج دمائها يعني متواصلة. كانت 25 مصاب وثلاثة قتلى، ما نعرفش العدد وصل لغاية فين، لكن هو الثابت دلوقتي أنه الوضع في الصعيد بقى صعب جدا بعد انتشار الملاح بشكل سرطاني. أغلبية الناس بتقول أنه في حدود 10 لـ1 لما قبل الثورة. هيكون ضيفنا الصحفي أستاذ خالد إسماعيل، هنتكلم معاه عن الموضوع بشكل عام والعنف، عن الموضوع بشكل خاص هناك والعنف بشكل عام. صباح الخير استاذ خالد. صباح الخير استاذ. حابين برضو نتعرف هي ايه الحكايه، يعني ببساطه كده الناس تفهمها كده في قصه صغيره عشان يعرفوا الحكايه عباره عن ايه. الحكايه يا سيدي ان دار السلام ده مركز موجود على الحدود بين سوهاج وجنه، والقريتين دول قرية إحداهما تنتمي إلى قبيلة هوارة أولاد يحيى، وأولاد خليفة قبيلة عربية عادية جدا، وكلمة هوارة معناها امتلاك السلطة والثروة والسلاح، وكلمة عربي يعني ناس فقراء، بمعنى أنه في تقسيم عرقي قديم يرجع إلى زمن حضور قبيلة هوارة من المغرب العربي، وجاءت هذه القبيلة حضرتك إلى أن أصبحت حليفة للسلطة في كل وقت وحين. لا يخلو قطاع من الدولة المصرية وجود رجل هواري. في قطاع الطب كان عندنا وزير زراعة اسمه الدكتور ماهر مهران رحمه الله، في قطاع الإعلام كان عندنا ربنا يديه الصحة الإذاعي فهمي عمر. بس ده أول مشكلة. دار السلام دي حضرتك في 99 حصل فيها مشكلة الكشح، اللي راح فيها أكثر من 20 قبطي لنفس الحدوتة، شابين بيلعبوا قمار وتقلب بكده. إذن دي مش المفجرات الحقيقية. المفجرات الحقيقية حضرتك أن هناك ما يزيد على 100 عام، ولا أقول 30 عام بتوع النظام الذي نزعم أنه سابق، في خريطة وضعها الخديوي إسماعيل خلق طبقة أرستقراطية واستمرت في ناس عندهم وناس ما عندهمش كبرة المسألة، والناس دول هم بيجوا أعضاء الحزب الوطني وبيجوا هم قيادات الدولة، وفي ناس تانيين ما زالوا على درجة مواطن. اللي حصل حضرتك في الانتخابات الأخيرة، أولاد خليفة لم تصوت لمرشح الوطني المنتمي إلى أولاد يحيى الهوار. هذا هو بيت القصيد. طلع الكلام حوالين قانون العزل السياسي، وطلع الكلام حوالين فكرة حرمان أعضاء الحزب الوطني المنحل المحروق طبعا بعدم الترشح. يعني بشار الانتخابات أصلا حضرتك الانتخابات، أنا للمرة الرابعة في قنوات تلفزيونية مصرية عظيمة بقول لن تكتمل. من يومين حضرتك نواب الحزب الوطني في قنا كانوا مستنين حكم الإدارية العليا اللي أوقف تنفيذ الحكم اللي صدر في المنصورة، وكان هناك أخبار أنه تم الاعتداء على القاضي. كان في نواب من الحزب الوطني السابق برجال مسلحين يزيد عددهم على 200 واقفين في محافظة قنا، وقالوا بالنص هنخش مجلس الشعب غصب عن أي حد في العالم ولو كان المجلس العسكري. تمام حضرتك؟ إذن ده تحدي لإرادة الدولة. طيب هل يستطيع المجلس العسكري ووزارة الداخلية السيطرة على هذا المشهد؟ الإجابة لا، مع كم السلاح ده طبعا. لأن حضرتك وزارة الداخلية اللي ظلت طوال فترة حكم الرئيس المخلوع حسني مبارك لم تعد وزارة مهمتها تنفيذ القانون وحمايته. كل واحد في جهاز مباحث أمن الدولة أو في الأمن العام له امتداد شعبي، يعني الباشا المفتش بتاع أمن الدولة في المحافظة له علاقات بتجار أثار، له علاقات بتجار سلاح. تشكل لديك مشهد مرعب. أنت حضرتك النهاردة لما هتصدر قانون عايز تنفذه هيتم بالقوة. حاجة من اتنين، يا إما الشرطة العسكرية تقدم عدد من الشهداء، يعني إحنا هنقتل في أولادنا بتوع الشرطة العسكرية، يا إما هنقتل في أولادنا بتوع الداخلية. فإيه الحل؟ الحل يقول لك إيه، خليها على الله. يعني احنا كنت ماشي بنظريه خليها على الله، سمح لهم بالترشح يا فندم. ما هو احنا كده برضو بص، يعني
احنا عندنا مشكله كمان اكبر، انه كنا لسه بنتناقش فيها في الفقره اللي فاتت، وقلناها ده قلناها كده يعني في كلمه اخيره، ان احنا عندنا مشكله في اللجان الانتخابيه، هي ازاي هتكفي حتى لو بنظام ال3 دقائق، ازاي هتكفي اكتر من 200 والصندوق 1000؟ احنا حضرتك مش في عارفين نحط فيه 200 اللي ازاي، صاغ القانون والتعطيل والسلاح والنفوذ اللي حضرتك بتقول عليه ده ممكن يوصل العمليه انه كمان ده ما يوصلوش ال100 اللي ممكن يخشوا اللجنه. حضرتك اللي صاغ القانون كان يمهد الطريق لعودة هؤلاء الذين يملكون السلاح والمال من أول تقسيم الدوائر. الدوائر في بعض المناطق بيصل مساحتها إلى 100 كيلو متر. من الذي صاغ القانون؟ اللي صاغ القانون اللي معاه الفلوس، اللي يستطيع أن يفرض إرادته. ما أنا مش عارف أقول لك محمد وحسين وسيد، مش عارف أقول لك هم مين، لكن هي في لعبة السياسة اللي يمتلك المال اللي يمتلك السلطة بيفرض قانونه. لا بس ده اتهام خطير يا فندم، اتهام خطير ازاي حضرتك؟ تعال نشوف القانون ونشوف هو الاول كان ماشي ازاي. ده كانوا هيمشوه فردي كاملا بضغوط من القوى السياسيه الحديثه او المستنيره، اتعمل التلت والتلتين. احنا ممكن نقول ان في ضغوط، دي ممكن نقولها، لكن مش نقول انه اللي عمل ده قاصد ده يعني. حضرتك اللي عمل ده قاصد ده، وانا مسؤول عن كلامي. اللي بيشرع اللي بيصوغ القانون هو بيصوغ لصالح الاقوى، لانه هو يمثل الاقوى مش يمثل الجميع. لما تلاقي سعادتك انت النهارده الدايره مساحتها 100 كيلو، مين اللي يستطيع الانفاق عليها؟ مين اللي يستطيع يعمل لقاءات مع الناخبين غير واحد مليونير على الاقل؟ مين؟ ثانيا، في ظل خريطه الصعيد اللي كلها عصبيات، انهي مرشح اللي هينجح غير الراجل اللي كان نائب قبل كده؟ يعني سعادتك، انا من النبوءه اللي انا متوقعها، كل اعضاء الحزب الوطني السابقين اللي تم وضعهم على قوائم الاحزاب اللي مسماه باحزاب الفلول هيخشوا البرلمان ومن غير تزوير ولا حاجه. لأن العصبيات في الصعيد العصبيات هي اللي بتحكم. يعني مش هقول لك ان في مش هيتم تزوير، هيتم تزوير من نوع اخر زي اللي حصل في 2005، اللي هو منع وصول الناخب من الوصول للجنه. وقد طب يتعرض هو السؤال، بما انه حضرتك بتقول انه الدوائر بالحجم الكبير ده، ودي حقيقه انه اللي يبص على الدوائر، بعض الدوائر الدوائر مساحتها 100 كبيره كيلو، جدا 100 كيلو يعني يعني في بعض الحالات. هي الفكره انه هل ده معناه انه ستتم صفقات في الصعيد ما بين القبائل والعائلات وبعضها، بحيث انه يتم توزيع الموضوع بالشكل المناسب للتوزيع القبائل هناك والعصبيات؟ حضرتك في الفردي ده مضمون هياخدوه الجماعه اصحاب رؤوس الاموال. مين هم اصحاب رؤوس الاموال؟ في الفتره اللي فاتت ما كانش الناس قاعده بتلعب في تجاره الاثار اللي شغاله ليها 30 سنه في مصر، عملت ثروات رهيبه في الصعيد. احنا بنتكلم في الصعيد. انا بتكلم في الصعيد، والاثار فين؟ الاثار كلها الصعيد تم حفره ونهب اثاره كامله، منطقه لوكسور، منطقه اخميم، منطقه المنيا، كل حته في الصعيد فيها اثار. تجارة الآثار رائجة وكانت تتم تحت رعاية قيادات أمنية معروفة وأعضاء حزب وطني. وأنت سعادتك تعرف أن الحصانة البرلمانية بتمنع تفتيش سيارات السادة الأعضاء النواب البرلمان، فهو دي اللي كان بيتم فيها تهريب السلاح. يعني إذا في مال حرام متراكم وجاهز لهذه اللحظة، مش هيسلمه بسهولة. طب خلينا نبص برضو لزاوية تانية في المشهد هناك. لو اتكلمنا عن مثلا محافظة أسوان والصراعات اللي فيها والجماعات السلفية واللي هددت أيام أزمة محافظ أسوان وكنيسة الكنيسة المريناب هناك، إنه لو هو مشي إحنا هنعمل وهنسوي، وكان حضرتك تهديد صريح. حضرتك ما دور التيارات الإسلامية هناك في الصعيد برضه عشان نبقى شايفين الخريطة كويس؟ التيارات الإسلامية حضرتك تعمل في المدن الكبرى والدلتا، اللي في الصعيد حسبة القبائل وحسبة المال. يعني هتلاقي اسكندرية تحولت إلى معقل سلفي، لماذا؟ لأن دي فيها كل مطاريد الصعيد، كل اللي ملهوش فرصة عمل أو مصدر رزق في الصعيد راح اسكندرية. والقاهرة نفس النظام، الصعيد محسوب بحسبة قبل حسبة قبلية وحسبة فلوس. السلفيين دول يتكلموا هنا في اسكندرية ويتكلموا في القاهرة، والإخوان يتكلموا في الدلتا حيث وجود وعي وناس مهنيين، وهتلاقي دي خريطتهم بالظبط. انما كل محافظه في الصعيد فيها ملف اخر غير اللي بيصدروا الاعلام والصحافه. اسوان فيها ملف خطير اسمه النوبيين. النوبيين دول ناس وقع عليهم اضطهاد من اثناء عمل السد، بناء السد العالي، لم تحل هذه المشكله للان، دي قنبله موقوته. هتطلع من اسوان هتلاقي في نفس المحافظه في صراع بين الجعافره والانصار، دول قبيلتين كبيرتين. هتطلع من اسوان تخش على جنة هتلاقي في ثلاث قوى،
الهوارة والأشراف والعرب. تطلع من قنا تخش على سوهاج هتلاقي نفس القضية، جزء منها اللي هي منطقة دار السلام والبليانة والحسن، الجزء الجنوبي اللي هو متاخم لقنا قصة هوارة وعرب، هتلاقي في نفس المحافظة مسلمين وأقباط. هو تطلع فندم يعني كل محافظة حضرتك فيها ملف لحدة يعني لحدة قابل الطباعة للتفجر. هناك. ما هو أنا برضو عايز أسأل على حاجة، إنه في إطار حدة الطباعة الصعيدية، يعني إحنا من اللي إحنا قريناه إنه قبيلة الهوارة بقرية أولاد يحيى فرضت حصار على قرية أولاد خليفة. ما هي حصار، إحنا بنتكلم بمنطق يعني، هنا إحنا بنتكلم كأننا في حرب، لا فحضرتك بتتكلم على يعني انا بجيب لك الصراعات ملفات القبلية اهي، بالمنظر ده. الملفات اللي هتفجر البلد اهي. انا بقول لك كل محافظه بجيب لك مشكلتها، قلت لك مشكله اسوان. اولا الهواره دول مش ولاد يحيى فقط، دول ناس متواجدين في عده محافظات وينقسموا الى قسمين حضرتك، قسم هواره بحري ودول موجودين في البحيره وفي مطروح وفي منهم في الدلتا، وهواره قبلي اللي هم بتوع الصعيد، يعني قبيلة لها امتداد بطول الجمهورية، ما هياش أولاد يحيى فقط، دي قرى ضخمة وفلوس وثروة، ودي خريطة بقول لك من مئات السنين. طب هو السؤال، هل ده يعني، هل الطار هو العامل الرئيسي او العلاقات، فلوس ولا يعني طب هم يعني التعامل هيتم ازاي؟ يعني هم هيتفقوا مع بعض؟ هل المشايخ والعقلاء هيبقى ليهم اتفاقات؟ الموضوع بيمشي ازاي؟ مش ليهم دور برضو المشايخ والعقلاء وكبار ما هو القوم؟ المشايخ والعقلاء دول في النهاية الفلوس أقوى من المشايخ والعقلاء والوجهاء وكل هذه المصطلحات لا الجميلة. بمعنى، عشان بس ايه وأنا بشرح لك يعني أهو، ايه الفلوس بقى يعني اكتر؟ الوقت سعادتك لما تلاقي قرية حصرت قرية، أول سؤال يتبادر إلى ذهنك أنت لسه بتقول هو إحنا مش في دولة ولا إيه؟ طيب ببساطة لماذا فقدت الدولة سيطرتها على هذه المنطقة؟ لأنه الدولة أساسا مش موجودة من يوم حسني مبارك، الدولة تم تأميمها لصالح مجموعة من العائلات تحكم هذا البلد. بمعنى ايه؟ بمعنى ان اجهزه الدوله اللي هي الحكم بينه وبينك، اللي هي توفر الحمايه والامن، مش موجوده. في فلان بيه ابن فلان بيه ابن فلان بيه، بيه الاولاني عضو مجلس الشعب، البيه الثاني لواء في الشرطه، البيه الثالث في النيابه العامه، البيه الرابع في الحكم المحلي، شبكات. اذا فكره الدوله الحاميه او الحاضنه او اللي تستطيع ان تكون حكم بينه وبينك كمواطنين منتفيه اساسا، مش من بعد الثوره، من قبل الثوره بكتير. ده المشهد الحقيقي الذي يعني بيتهربوا منه الناس لانه مكلف، دي الحقيقه اللي انا بقولها لك دي الخريطة السياسية على الحقيقيه. الأرض. اللي بيحصل ده اسمه غياب الدوله في هذه المنطقه. طب